أعيد فتح حاجز العربة بيروت بين منطقتي يلدا ومخيم اليرموك أمام حركة عبور المدنيين، حيث كان قد أغلق في 17 من الشهر الفائت بقرار من تجمع مجاهدي يلدا بعد استهداف تنظيم الدولة داعش للحاجز عدة مرات، ما أسفر عن مقتل وإصابة العديد من سكان المنطقة. أخي، بالنسبة للمعبر تبع العروبة تم الإغلاق تبعه بسبب عدة شغلات، يعني الأهم منها يعني أنه في شاب اللي مسؤول عن إدخال الناس وإخراجهم تبع، يعني تسهيل أمور المارة اللي موجودة هون من الطرف يعني الداخل والخارج. تم قنصه تقريبا من 22 يوم تقريبا، تاريخ ما اذكر قديش يعني بالضبط تم قنصه، هو عم يسهل امور الدخول والخروج، هذا اول سبب يعني هذا اهم الاسباب. من بعد منه كمان تم قنص مدني بالخلف وتم قتله يعني، وفي اسباب متعدده يعني بيناتها كمان يعني الطلاب تبع المدارس عم يشقوا لهم الدفاتر تبعهم، الان صارت ما عم يخلوها انه شو تدخل لهون، بقى كان يعني هو مساله انه ضغط يعني لحل إشكالات تبع أهالي المخيم في الداخل. الأسباب والمبررات التي تعلنها الفصائل عند إغلاق حاجز العروبة بيروت كلها مبررات محقة ومفهومة بالنسبة لنا، ولكننا حقيقة نرفض فكرة الحصار من أساسها، ونرفض فكرة تحويل الحاجز إلى ورق الضغط. نعتبر أن هذا الحاجز حاجز مدني، ولا بد أن تكون الحركة عليه متاحة، ومسؤوليتنا كثوار هي تخفيف المعاناة عن المدنيين ومن يتواجد في مناطق سيطرة تنظيم داعش، هم أهلنا، وعلى هذا الأساس وعلى هذا المنطق نتعامل معهم. وليد الأغا، أورينت نيوز، جنوب دمشق.